أيوة يا سعاد، أنا في السينما في الاستراحة. ما تاخديليش مواعيد بكرة بعد الساعة 3، عندي اجتماع. ما تنسيش ورق الميتنج بتاع بكرة، الدوسيه في درج مكتبي. لا ما تفتحيش الباب، ما تفتحيش. مش انت يا سعاد؟ زودنا الدقايق المجانية في أنظمة موبيني البزنس الجديدة للتوفير. بص يا سعاد، أنا داخلة فيلم تاني من 9 ل 12. الفاكس جه؟ طب اقرهولي. فقط عملاء موبيني البزنس أنجح ناس.